نيل او تي في، صباح الخير لكل المشاهدين في هذه الحلقه الجديده من حوار اليوم. ويسرني ان استضيف فيها رئيس هيئه تنميه العلاقات الاقتصاديه اللبنانيه الخليجيه الي رزاق بعد غياب عن الاعلام. او ما تبقى من تلك العلاقات. هلا بنشوف، يا اهلا وسهلا فيك وصباح الخير. هلا غياب قصري كان فعلا بسبب يعني جائحة كورونا وبسبب الظروف وبسبب أنه عم بتروحوا الاقتصاديين على غير لبنان، عم بتروحوا تنبشوا على يعني أفاق طبعا أخرى طبعا في دول أخرى، صح؟ خلينا نسميها إعادة تموضع أو انتشار، ريلوكيشن، هي منا هجرة يعني. واليوم صارت الوسائل التكنولوجيا الحديثة بتسمح لأنه الواحد يتموضع في مكان آخر إذا كانت هذه الجغرافيا غير صالحة للمقاومة والاستثمار والاستمرار. واليوم إذا نحن بدنا نحافظ على قطاع خاص أو ما تبقى من القطاع الخاص والقطاعات المنتجة، ليس هناك أمامنا خيار كقطاع خاص إلا إعادة الانتشار والتوسع والتموضع أقله في دول الخليج اللي هي الأقرب لنا ودول عربية لنتمكن منها. هنحكي بالتفصيل، بس بداية بدي أبدأ معك من المملكة العربية السعودية، لأن أنا أدرك أنت كنت حضرتك رئيس هيئة تنمية العلاقات اللبنانية السعودية بداية. اليوم عادت المملكة إلى الساحة اللبنانية، بعرف أنا مش من باب يعني حتى الملف اللبناني أولوية، ولكن صار في حركة دبلوماسية أقل للسفير وليد البخاري. كيف قرأت هذه الحركة وزيارة إلى قصر بعبدة؟ نحن إذا منقارب تلك العلاقات بالمكرو ست جوال مش بالمايكرو، المملكة العربية السعودية لم تغب عن لبنان ولا يوم، ولكن كان دائما هناك ظروف في لبنان تكون هي أقوى، أو الصوت اللي يكون طالع في لبنان يعلو فوق صوت مصالح لبنان مع دول الخليج، كان يكون في هناك نوع من تغطية على صوت أو على حركة معينة على حركة أخرى. ولكن دائما دائما كانت المملكة ودول الخليج عندما تدعو الحاجة أنه لبنان يكون بحاجة لا مساعدة أو مساندة من أشقاء الخليجيين والعرب، كان دائما المملكة هي سباقة بإعطاء الدعم المعنوي أو الدعم المادي. ولكن أنا برأيي أنه اليوم المشكلة هي بيناتنا نحن كلبنانية أكثر ما هي المشكلة مع السعودية أو مع إيران أو مع دول أخرى. إذا نحن كلبنانيين اليوم ما اتفقنا على شو الدور اللي بدنا نلعبه بتلك الظروف اللي عم تحيط بالمنطقة، يعني ما في منطقة اليوم، ما في بلد اليوم منه داخل بحرب بالمنطقة، يعني الإمارات مش تركي بحرب أو السعودية أو بس النسيج الداخلي المجتمع الداخلي لتلك الدول بيتفق أنه يحيد الاقتصاد عن السياسي. يعني نحن في لبنان عملنا اتفاق طائف، قلنا لبنان عربي، وعملنا اتفاق تقاسمنا الحصص بين الطوائف، ولكن ما قلنا لبنان شو بيشتغل. يعني باتفاق الطائف ما اتفقنا لبنان بدنا اقتصادي أو غير اقتصادي. ما في شك إذا بدنا ناخذ الأزمة بالمكرو، في فريق اليوم عم بيقول أنا بدي اقحم لبنان بسياسة المحاور، وفي فريق عم بيقول أنا ما عندي الرغبة اقحم لبنان بسياسة المحاور بس ما عندي القدرة أني امنع هذا الفريق من اقحام لبنان. سو اليوم اللي عم بيتعرض له لبنان هو ضغوطات، هو عقوبات. وبعدين بنيجي على موضوع الفساد وموضوع المشاكل المعيشية، بس اليوم ما ننسى في عقوبات اقتصادية على لبنان، لأنه في الشعب اللبناني منقسم بين ما هو الدور اللي بده يلعبه لبنان بظل هالأزمات اللي عم بتضرب كل دول المنطقة واللي هي أكثر استقرارا من لبنان، مثل العراق، مثل ليبيا، مثل سوريا، مثل اليمن، مثل اللي عم يتعرض له الخليج من تحديات يومية. اليوم إذا نحن جينا قررنا نحيد لبنان عقله اقتصاديا عن تلك المعارك، كان ممكن أنه نقدر نعمل تقدم ما أقله بالعلاقات الاقتصادية اللي بتربطنا نحن والمملكة العربية السعودية ونحن ودول الخليج. ولكن للأسف الاقتصاد عم يكون رهينة لمواقف سياسية، لم بسط الأمور مثل ما هي. بس شو تغير؟ شو تغير أستاذ إلي؟ عم بتقول أنه المملكة ولا مرة تركت لبنان، دائما تقف إلى جانب لبنان، بس بالسابق بالسنوات السابقة ما كنا عم نشوف لا دعم لا خليجي ولا سعودي ولا حتى يعني أي دعم خليجي للبنان، وكان مغلق نوعا ما هناك، ما بعرف إذا حصار جاز التعبير هلا بهدول السنتين. لا مش قبل، بهدول السنتين بعهد ترامب، خلينا نقول بعهد الإدارة الأمريكية تبع ترامب. ما الذي تبدل اليوم؟ كان في ضغوطات وضعتها الإدارة الأمريكية بعهد ترامب على لبنان، وهي شروط منهين القبول فيها، يعني ويلك تقبلي فيها ويلك ما تقبلي فيها، اللي هي مرتبطة بترسيم الحدود البحرية، اللي كنا دائما نحذر إن إحنا عندنا مزارع شبعة بحرية
الحقيقية حتكون أكثر من مزارع شبع البرية، اللي هي ترسيم الحدود اللي فيها نفط وغاز مع إسرائيل، واللي لهلأ نحن ما قادرين نعرف من توتال ولا شركات دولية إذا عنا نفط وإذا عنا نفط وإذا عنا غاز، هل قد نحن ضعاف وهل قد نحن لا نملك القدرة والسيادة كدولة إنه نقدر نفرض على شركة قامت بالتنقيب لنعرف شو عم ينحكى بالبلوك رقم 9 وشو عم ينحكى بالبلوكات اللي هلأ عم بيسم فيها اتفاقات على ترسيم الحدود مع إسرائيل. وهذا ملف هام لأنه في غاز أكثر من النفط، وإسرائيل بلشت عم تحفر بال أو عم تأخذ من الغاز اللي هو تابع للحدود اللبنانية وعم بتبيعه وماشي حالة، ونحن بعدنا ما عنا القدرة إنه نواجه هذه التحديات. هذا أول شرط. أوكي. الشرط الثاني في موضوع التوطين الفلسطيني وفي موضوع التوطين اللاجئين السوريين، هؤلاء ثلاث ملفات وضعوا على لبنان وفجأة اجت الضغوطات وفجأة صار هذا الانهيار، صار في هروب لرؤوس الأموال وصار في صرخة الفساد وصرخة وانهار الهيكل وبلشنا نحس بهذا التدحرج السريع. ولكن لازم أن لا ننسى إنه هذه كلها نتيجة ضغوط الإدارة الأمريكية آنذاك على السلطات اللبنانية لتعمل موقف اللي هو شائك ومنه هين لتعمل حوله وفاق وطني. اضطرت المملكة العربية السعودية اللي صار عندها انشغالات بحربة مع اليمن وصار في اعتداءات على أراضيها مش أن تنسحب، أن إذا بدك تنكفي أو تتراجع لي تقدر تستوعب جائحة كورونا واللي ضرب الدول الخليج والدول العالم جائحة كورونا وأثارها الاقتصادية والسياسية اللي أثارت على البلد وتصاعد الاعتداءات الحوثية على أراضي المملكة أو تصاعد حدة التوتر بين اليوم السعودية. عم نحكي بمبادرة سلام. صحيح. اليوم بإدارة بايدن. بإدارة بايدن. إدارة بايدن سنشهد نحن تغيير بالضغوطات أو مستوى الضغوطات. لم تصل حتى الآن إلى رؤية واضحة لنعرف على أي، بس هناك استعداد أمريكي للتفاوض بيقاربه إذا بدك عدم تسرع إيراني للقبول بالذهاب إلى التفاوض إلا بشروط معينة قبل ما كل واحد يحسن وضعه على الأرض ليحسن شروطه. طب. واليوم إيران موجودة باليمن بالعراق بسوريا بلبنان وفي داخل اللعب الروسي في عدة لعب. زيارة السفير بخاري إلى قصر بعبدة. نعم. كيف قرأت هذه الزيارة؟ هنا بدي أذكر أنه رئيس الجمهورية كانت أول زيارة له إلى المملكة العربية السعودية. نعم. ودائما أنه كان حريص على أفضل علاقات مع كل الدول. نعم. كشفنا كان في غياب من حزيران إذا أنا مش غلطاني 2019 السفير لم يزر قصر بعبدة بتوقيت بدك تشوف لي إذا كان مفاجئ أنه وليد البخاري سفير المملكة زار القصر من بعد كلام الرئيس الحريري نهار الاثنين من على منبر قصر بعبدة. كيف قرأت هذه الزيارة؟ الغياب اللي صار بهالفترة كان سببه جائحة كورونا واضطروا العديد من الدبلوماسيين انه يكونوا محجورين مع بس أهلهم. هيك استاذ الي جائحه كورونا هلا ما اخذني على قد ما عقلتي بالسياسه كورونا. اليوم بالمشهد السياسي والدبلوماسي ما في شك لما فخامه الرئيس بيدعو او بيدعي او بيكون في تمني او بيكون في رغبه او بيكون من الافرقاء لعقد لقاء والتباحث بشؤون تهم لبنان واستقرار لبنان، المملكه لن تتاخر لن تتراجع انه هي تروح وتستمع وتنقل ينقل معالي السفير بخاري رؤية فخامة الرئيس أو القيادات اللبنانية إلى المملكة العربية السعودية ليتم العمل بناء عليها. ولكن أكرر وأعيد المشكل أو الحل مش بإيد المملكة العربية السعودية، ليس موجود هناك. بإيد مين؟ إذا نحن بدنا نواجه التحديات اللي عم يصير بإيدنا نحن كلبنانيين، نحن كلبنانيين لازم نقعد على طاولة واحدة. بس أنت عارف أنه في أمور خارجية أكبر على كل فريق. وتضغط على الجميع لكون كل واحد عم يضغط فريقه عليه لعدم الجلوس، لأنه كان بالأمان من زمان رئيس بري يقول السين سين. اليوم في أمريكا إيران، يعني بدنا ننطر المفاوضات الأمريكية الإيرانية لتوصل إلى رؤية ما لتبلش تلمس في نوع من حل، لأنه لما دخل الفرنسي على الخط وحاول الفرنسي يدخل على الخط بحب فرنسا بتحب لبنان وفي علاقة جيدة مع لبنان، ولكن هناك توتال والنفط والغاز في مصالح أكيد في أدد فاني في قيمة مضافة. بقى اليوم لما دخل الفرنسي على الخط كان هناك حذر أمريكي إسرائيلي روسي تركي أنه أنت يا فرنساوي ما تدخل كتير وتغمق، بعد ما اتضحت الصورة كيف عم تروح المفاوضات خاصة هناك لاعب داخل جديد هو التركي. ما فيك تركيا. أوكي، بس ما هيدي قصة جائحة كورونا أنا مش كتير قنعتني، مشان هيك بدي أرجع فوت بالملف السعودي. بس لأنك عم تحكي على فرنسا، بارح في كلام لافت، أول شيء بدي أعرف منك هل المبادرة الفرنسية برأيك انتهيت عمليا؟ ولدت ميتة. ولدت ميتة؟ ولدت
ولدت لكي لا ترنر. مش تغيرت بين عهد ترامب وبايدن؟ اللاعب الأساسي في لبنان اليوم ليس فرنسا، ومش بإيده الحل، لأنه الأفرقاء اللبنانيين بعدهم كل واحد عم عنده يعني ضغوطات من جهة معينة أخرى ما لها علاقة بفرنسا أبدا. فرنسا لا تملك القوة، يمكن تملك الرغبة، فرنسا تملك الرغبة على إيجاد حل في لبنان، ولكن لا تملك القدرة. ما بيكفي يكون عندك رغبة أنت بالعمل السياسي لتعملي مع عمل ما، بده يكون عندك القدرة لعمل ما. ما نحن مش في أحد الأحزاب دعيتنا أنه جيبوا لي نواب، جيبوا لي نواب، شوفوا شو بعمل. أخذ 15 نائب عم بيعمل تصاريح وتمنيات مثل ما نحن بنعمل، يعني ما بدك الرغبة والقدرة. هلا عم تغمز من قناة القوات اللبنانية؟ لا، أنا عم بغزو من قناة كل الأحزاب اللي عندها نواب في مجلس النواب. تلاقي هالقوة السياسية اللي هي عندها القدرة عم تتمنى مثلنا نحن، يعني نحن ما عندنا سلطة. نحن الهيئات الاقتصادية شو عندنا سلطة؟ طب إذا هن معارضة شو بدهم يعملوا؟ نحن عم نقول لهم يا أخي اتفقوا واعطونا استقرار سياسي وأمني لنقدر نتمكن نعمل نمو، نوظف العالم ونعمل، نحط لبنان، خلي لبنان يدل على خارطة إذا بدك الإبداع والتميز اللي كان موجود عليها. لأنه هلا حنيجي على موضوع أهم، دخول العامل العدو الإسرائيلي إلى دول الخليج والتنافس اللي حيأثر مباشرة على النمو الاقتصادي اللبناني وحيسبب تراجع. التطبيع اللي صاير حيأثر طبعاً بشكل كبير أكثر ما بتتصوري وأكثر من عم بينحكى. وللأسف لبنان ملتهي بسياسة الزواريب، شو قال هالحزب الفلاني وشو قال هالحزب الفلاني وشو. خلينا نطلع على صورة الماكرو شو عم يصير بالمنطقة. لبنان عم بيفقد حاجته يكون حاجة لدول المنطقة. شو كان لبنان؟ مستشفى الشرق لم يعد، تعليم جامعة الشرق لم يعد، ثقافة الشرق لم يعد، فن الشرق، اقتصاد الشرق لم يعد. واليوم إذا أنا بعدني بصدر على الخليج شو بصدر؟ زراعة، وبصدر مطاعم وفرانشايز واي تي وشركات تكنولوجيا، انا بصدر ادمغه. شو هو اعجوبه الاقتصاد اللبناني؟ بتعرف شو هي؟ شو؟ اللبناني والانتشار، هم ثروه لبنان ونفطه واعجوبه اقتصاده، لانه كل عمره لبنان بيتكل على المنتشرين بالعالم والمغتربين يحولوا مصاري. مش هيك كان الشعب اللبناني عم بيعيش برفاهيه، ولما فقدت الثقه وتم ضرب القطاع المصرفي ولم يعد هناك تحويلات من الخارج، تم تدهور اللي صار لأنه نتيجة هذه الضغوطات اللي تعرضنا لها. سو العامل الإسرائيلي ست جوال وين ما فات بوجه لبناني بأفريقيا أو بأمريكا بحط رأسه برأس اللبناني، لأنه بيعرف ما حدا بينافسه إلا اللبناني. والعدو الإسرائيلي اليوم عم بيضحك بيعبه أنه لبنان عم ينهار اقتصاديا، لأنه حاول يدمره بالعسكر وبالجيش ويدمر له كل بنى التحتية والشورة والكهرباء ولا لم يتمكن من تدمير الإرادة اللبنانية والتميز اللبناني بالخليج. اليوم دخل إلى الإمارات بشو شارك الخليج الإسرائيلي؟ أكبر جناح أخذ بالأكل بالزراعة، ونحن شو منصدر على الخليج؟ منتجات زراعية. وأخذ أكبر جناح بالجاي تاكس، نحن شو منصدر على الخليج؟ خبراءنا بالتكنولوجيا وبالآي تي وهذا الإبداع اللبناني. نحن هيدا اللي منصدره، نحن ما منتكل على صناعات مثل بقية الدول. نحن شو منصدر للعالم؟ الكفاءات اللبنانية، تميز اللبناني. طب أمام هذا الواقع وهذا المشهد اللي عم يتبدل سياسيا اقتصاديا في المنطقة، طب ماذا على لبنان أن يفعل؟ أن يتوحد حول رؤية واحدة. بتروحي عند حكيم أنا مريض معي كذا بدي بقول لك حكيم هذا الدواء، بتقولي له صعبي ما حتشفي. أن يتوحد حول رؤية واحدة، ما هو دور لبنان؟ دبي، إيران محتلت لها جزيرتين بعدها لهلا، مش هيك أبو موسى ومدري، وفي حرب بين الإمارات وفي حرب مع اليمن. دبي هي الأكثر اقتصاد ونمو اليوم في المنطقة ولا لا؟ ليه؟ لأنه ركز على الاقتصاد وركز أنه يعمل من رفاهية شعبه ويعمل نمو ويعمل استقرار ويبعد السياسي عن الاقتصاد ويحط مواقفه السياسية خدمة للاقتصاد النمو الاقتصادي. نحن كل اللي علينا أنه نعمله نيجي نقول لبنان ما له علاقة لا بهالمحور لا بهالمحور، مش هيك؟ النائب النفس اللي كان متفق عليها بمجلس الوزراء صح؟ والابتعاد عن سياسة المحاور، إبعاد لبنان، عدم إقحامه بسياسة المحاور. نيجي بنقول شو هي مصلحة لبنان لنواجه تحديات اللي عم بتصير، مش بس نتيجة جائحة كورونا ست جوال. كل العالم ما في شك الله يعني يشفي العالم ويشفي المرضى والله يرحم الموتى، بس خسائرها بالوفيات لا تعادل أي شيء بخسائر الاقتصادية على اقتصاديات العالم، بالتريليونز اوف دولارز اللي خسرتها اقتصاديات العالم. سو عليك أنت بحد ذاتك قبل ما يكون عندك المشاكل السياسية تشوفي كيف بدك تطلع من مشاكل جائحة كورونا. واليوم الجسم السليم إذا ضربوا كورونا بيعاني بس بيشفى،
بس الجسم المريض اذا ضربه كورونا شو بيصير فيه؟ بيموت. والاقتصاد السليم كذلك الامر. هلا الصحه اكيد تبقى اولويه على طبعاً. كل لنوضح بس هيدا النقطه. شوفي طبعا الصحه الوفيات يعني الله اكيد يرحمهم وهن الخساره الاكبر لاي اقتصاد او بالعالم ماتوا، وكمان في وفيات بيموتوا بالسرطان، في وفيات بيموتوا بالقلب، بيموتوا حوالي السيارات بيموتوا. والملفت انه اليوم عدد الوفيات بال2020 اقل من سنوات اخرى، لانه ما عاد في حوادث طيران وحوادث سيارات وحوادث سير. ومنشدد انه الصحه اولويه، بس شوفي انت انعكاسات الخسائر الاقتصاديه. طب نحن كحكومه كشعب شو عم نعمل اجراءات لنحسن حالنا على تداعيات ما بعد جائحه كورونا ومواكبه التحولات العالميه اللي عم بتصير؟ في تحولات بالاقتصاديات العالميه مع دخول الصين، مع دخول قوى اخرى. بكره انت ما حيكون بقى الدولار هو كل هيدي المواضيع مين عم بيحكي فيها بلبنان؟ بعدنا ملهيين بسياسة الزواريب، وشو صرح رئيس هذا الحزب، وشو عمل رئيس هذا الحزب، وشو اجتمع البرلمان اللبناني ليعمل قوانين ويصرح رئيسه انه نحن صار 75 قانون محلي صاروا 76، صاروا كانوا 74، صاروا 75، لن يطبق ولن يطبقوا. شو هالكلام اللي هو بس هيدا واقع استاذ الي، هذا واقع. يعني نحن بنقر هذه القوانين. اول شيء اللي امبارح اللي اقر هيدا القانون استرداد الاموال المنهوبه اللي تغير اسمه المتأتية من الفساد، هيدا بده مراسيم تطبيقية، هيدا المراسيم بدها حكومة. طيب شو لهم طعم هو كلهم القوانين؟ لأنه في معه حق بمكان ما لا. وهيدي الحكومة إذا تم تشكيلها شو حتغير من حكومة اللي كانت مشكلة بالرئيس حسان دياب اللي كان تكنوقراط؟ شو رح تغير بالحكومة اللي كان مشكلها الرئيس سعد الحريري اللي كانت حكومة ما قبل حكومة حسان دياب؟ وشو رح تغير بكل الحكومات الأخرى إذا لم إذا لم يتم معالجة لب الموضوع؟ ايه بس هون عم بتقول شيء مهم. لحظه عم بتقول شو رح تغير الحكومه؟ لحظه الحكومه يعني انا افهم منك برايك انت كالي رزق انه ترأس الرئيس سعد الحريري حكومه في هذه المرحله ما رح يقدر يعمل مشروع الانقاذ اللي هو جاي على اساس انه البعض بيقول رح يصور حاله هو المنقذ؟ يعني هالحكومه اللي جايه ما حتقدر تغير اذا لم يكن هناك توافق سياسي ودعم؟ طبعا لا. أنت مع ترأس الرئيس الحريري هذه الحكومة؟ أنا مع ترأس أي شخص عنده الرغبة والقدرة. يعني اليوم هلأ شو اللي بقى هالدبلوماسية اليوم؟ لأنه ست جوال لحقلك شغلي، اليوم بدنا نظهر من الشخصني. بالعمل السياسي ما في شخصني، في عمل مؤسساتي. نحن تم تدمير لبنان لما شخصنا العمل الحزبي، ولما شخصنا عمل المؤسسات، وصارت الأشخاص أقوى من مؤسسات. أنا بدي أعيد الهيبة للقانون، بدي أعيد الهيبة لأولادي، بدي أقول لهم شو يعني قانون. بتطلع اليوم قاضية معينة بتاخذ قرار عدلي بحق شخص رجل أعمال، بتقوم لقيامة لم نعرف مين معه حق مين ما معه حق. عم نهمش القوانين، عم نهمش القضاء، عم نهمش مؤسسات لصالح أشخاص. أنا مع الرئيس سعد الحريري أو أي شخصية لبنانية أخرى عند الرغبة والقدرة إذا تم التوافق حواليها وأعطوها الدعم. طيب شو كانت تشكي حكومة حسان دياب؟ وشو كانت تشكي حكومة سعد الحريري؟ بس شو عملت حكومة حسان دياب؟ لأنه ما كان عندها القدرة. ما بيكفي الرغبة بالعمل السياسي والقدرة لن تكون إذا ما كان في شعب لبناني موحد أو قيادات لبنانية اللي هني سلمناهم البلد. ما نحن المشكلة أنه اليوم هناك رجالات حرب ورجالات سلم ورجالات اقتصاد ورجالات عسكر. نحن بالبلد من الحرب لليوم عطينا البلد لمين؟ زعماء ميليشيات وقتلين قتلة وسرعين وحرامية. وهلا هذه النتيجة، هاي النتيجة إذا بدك تصعيد، هاي النتيجة. هلا مش كلهم زعماء ميليشيات وقتلين، ما عندهم خبرة للمواكبة تحديات جائحة كورونا والتطورات اللي عم بتصير بالمنطقة. بروف أني لبنان الأقل سيادة والأقل كرامة بين كل ما عم يحدث بالمنطقة. ولكن اليوم صار في دول ما بتسمع فيها عندها سيادة شوي أكتر من لبنان. بس بموضوع كورونا واللقاحات هيها فرنسا عم تتخبط. يعني فرنسا اللي هي من أهم عن التداعيات الاقتصادية مش بس الصحية. يعني شو عم نعمل نحن خطط؟ الحكومة أول شيء لازم تدعم الشعب، مش الشعب يدعم الحكومة. والحكومة لازم هي تكون مسؤولة عن وضع الخطط والرؤية لكيفية معالجة. في فرق بين استراتيجي والتكتيك. في وزير واحد بفتكر حط خطة اقتصادية اللي هو رائد خوري للأمانة. يعني هيدا تقال خطة ماكنزي. وليش ما تم تطبيقها؟ لأنه ما في توافق وما في رؤية وطنية. ما هي. طب أنا بدي أرجع للحكومة لأن بعرف تحكي سياسة كتير منيح ومطلع على الملف. كنت عم بسألك على ترأس الرئيس الحريري. قلت لي حيالله شخص قادر وعنده هذه القدرة حضرتك معه. أنت لو كنت نائبا كنت تؤمن اليوم أنه سعد الحريري هو الشخص المناسب لترأس الحكومة بهذه المرحلة بالذات؟ لأنه أنت مقتنع أنه هو يملك علاقات. أنا بفضل ما يترأس.
بظروف ان احنا فيها اليوم، ما في دعم، ما في توافق، ما في مصاري. اليوم ايش الرئيس سعيد في الحريري جاب كذا مليار دولار من الملك فهد لقدر عمر اعمار بيروت، ولا بين رفيق الحريري؟ رفيق الحريري بشو بين؟ بالشعارات وبالتنظير وبالتمنيات، جاب معه كاش وعمر البلد. يعني اليوم سعد الحريري لا يملك شيء من الحريريه السياسيه. نعم. اليوم سعد الحريري برايك لا يملك مقومات الحريريه السياسيه اللي هي المال، اللي هي علاقه مميزه مع الملك العربي السعودي اليوم لاعاده الحياه الى الدوله الاقتصاديه في لبنان؟ طب ومين قادر اذا مش سعد الحريري اللي هو عنده علاقات شئنا ولا أبينا متينة وعلاقات قوية في دول الخليج، بعض دول الخليج تما أقول كلها، في أمريكا، بفرنسا، روسيا؟ طب مين غير اليوم سعد الحريري قادر إنه إذا صار في توافق سياسي وعطوه دعم أي شخص اليوم لبناني يتمتع بحس وطني مثل الرئيس سعد الحريري أو غيره قادر. بس إذا ما في هذا الدعم ما لا رئيس سعد الحريري ولا غيره. شفنا شو صار بمصطفى أديب السفير وقبله كمان الخطيب ومحمد الصفدي. ما في توافق سياسي وما في توحد لبناني، ما في وحدة لبنانية، وحدة صف. وحدة صف نحن أكثر شيء بحاجة إله اليوم كلبنانيين وقوى سياسية وأحزاب مختلفة، وحدة صف. عيب نحن اليوم بهذا القرن إذا أنا بدي أطلع مثلا أحكي مع الأو تي في ولا أحكي مع القوات ولا مع الكتائب ولا مع المستقبل يصير في هذا الانقسام العمودي والشرخ. نحن اليوم بحاجة أكثر من قبل لنتوحد مع بعض ونحكي مع بعض ونحاور بعض لنطلع لمصلحة أولادنا ومصلحة هذا البلد، وإلا حيفقد لبنان مضمونه. وإذا فقد لبنان مضمونه ست جوال بيصير اسم لذكرى وطن ما عرفنا نحافظ عليه. لأنه شو هو لبنان؟ جغرافيا؟ إيه لبنان بيئة وطقس ومناخ والبدكة، بس لبنان شعب، شعب حي. لبنان ثقافة، لبنان بعده هالشعب حي؟ إيه بس عم بينتشر بالعالم. بس اليوم شعب يقسم. أحلى جيلي من كل الجيليات بعالم دول الاغتراب على سلامتها وبركة، وهي مستعدة تأمن الدعم للبنان. نحن مش مستعدين نشحد ولا ليرة لا من بنك دولي ولا غير دولي. مين عفوا؟ نحن كلبناني والاختراب. لبناني والانتشار. يعني اي لا سمح الله مصيبه بتصير بلبنان، كان لما تنقصف الكهرباء ولا وين كان يتبرع ويعمرها، بس ما في شفافيه من القوى السياسيه بالتعامل مع تلك الاموال اللي كانت تبعتها الطاقات الاغترابيه وطاقات الانتشار. فهذه كنا نشوف بمؤتمرات الطاقه الاغترابيه كانت كثير مهمه. عملها مثلا وزير جبران بشير انه عمل ال دي اي وهو عمل هاي الطاقه الاغترابيه لحاول يرجع وقديش في لبناني تجنس ورجعوا اخذوا الباسبور ورجعوا اجوا يضخوا اموال. انت اعطينا ثقه للبنانيين والاغتراب هن قادرين يعمروا لبنان، لا بحاجه لا لبنك دولي ولا تبرع دولي ولا شحد على اي دوله. وانا قاعد معقول وهناك كان في ايام كنا نروح كنا رفقينا ونتشرف برفقتك على المؤتمرات الدولية. تم إنشاء صندوق قطاع خاص للجلوبال ليبانيز انفسترز اللي بيترأسوا صديقنا الأستاذ شاك صراف، مش هيك؟ صح. سألي قديش قدر لم اللبناني الاغتراب بشهر لما قال لهم في مشاريع مربي. عم يشتغل شاك صراف صديق، يعني خاصة بموضوع اللقاحات. الله يعطيهم العافية الهيئات الاقتصادية. اليوم هن عم يعملوا مقاومة اقتصادية ليحافظوا على الشركات، جمعية الصناعيين، الفرنشايز، قطاع المطاعم، شفنا صار خلص معناها كل أعضاء الهيئات الاقتصادية هن اليوم المقاومة الحقيقية لإبقاء البلد واقف على إجراء. والوظائف بالقطاع الخاص. صديقك محمد شقير كان وزير. نعم. وزير مستقبلي مع تيار المستقبل. حنشوفك. نعم. يوما ما وزير؟ لا لا اكيد لا. لا لا اكيد لا اكيد لا لا تسمح لذلك. لا اكيد لا لا لانه العمل السياسي في لبنان اصبح بشع واصبح لا يعني ما بيقارب طموحاتنا نحن كقطاع خاص وهيئات اقتصاديه. الوزير محمد شقير كرئيس هيئات اقتصاديه وانت عيشتينا ست جوال كنا ناجحين وناجح انجح بكثير لما دخل وزاره ونجح وحاول يوقف الهدر ويوقف الفساد ويوفر وطلعنا لا مع ست بخير ولا مع سيدي. ما هلا في فريق بقول لك لا في ملفات فساد وملفات ما عم اقول لك هلا وصلنا لمحل تطلع وسيله اعلاميه محترمه ونحترمها وبتجيب سيره الوزير محمد شقير بشو انه يملك شركات وعضو مجلس اداره وكان صار من الاجرام ولا صار جريمه. بس حكيوا على استئجار مباني وانه هيدا كان فينا نستغني عنه كرمال الدوله اللبنانيه وخزينه الدوله. هلا هيدا ملف كتير كبير ما بدنا نحكي طبعا باسم وبلسان الوزير محمد شقير بس لانه ثابت عم نحكي عن ولا مره انا بسمح لحالي دافع عن اي وزير ان كان خيي او ان كان لانه الوزير هو بيعرف يدافع عن حاله. بس انا معني دافع عن رجال اعمال والقطاع الخاص وعن نظافه وشفافيه كل رجل اعمال والهيئات الاقتصاديه لانه انا بعرف شو عم نضحي وانت بتعرف شو عم نضحي. تهم بانه وزير الشوكولا ووزير الواتساب والضريبه من هذه العبارات اللي بس حضرتك بتعرفي ست جوال نحن شو سافرنا ورحنا وقابلنا من جيبتنا الخاصه مش هيك؟ وكنا
نحن نروح نعمل مؤتمرات ونحافظ على علاقة لبنان ودور لبنان. شو كنا نروح نقول لهم للتليان ولا الإسبان عندما ترأس الوزير محمد شاهين الأزكمي؟ كنا نقول لهم تعوا اعتبرونا شركاء لكم بالخليج، يعني خلي لبنان يكون هو الهب مش ديستنيشن، هب اعتبرونا شركاء. بدكم أفريقيا عنا بالهيئات الاقتصادية، بدكم الخليج، بدكم العراق، بدكم وين ما بدكم، لنحافظ على وجود لبنان. اليوم صرنا سنة ونص لبنان غائب عن تلك الساحة، بدأ يفقد دوره بوقت عم تدخل إسرائيل، وعندما تدخل إسرائيل حيصير في منافسة. قشطونا الحمص بال 2007 8 9، نحن ملهيين عم ندافع عن الأرزة، وهن صارت اليوم الحمص بطحيني بأمريكا. إذا اللبناني بده يفوت علبة طحيني على أمريكا بده موافقة الخام الإسرائيلي، معك خبرها، صار الحمص والطحيني إسرائيلي. وأما بفوت إسرائيل الفلافل عم بيقولوا إنه هذا إسرائيلي مش لبناني، عم بيقشطونا الفلافل الشاورما تو رأسنا عم بيأخذوا. إيه بس إنه عم بتقولك أنا عم بدافع عن الأرزة، هذا دفاع يعني، هيدا كمان منا انه شو هالارز اللي شربت هالقد دم وبارع عم تشرب دم وما بتشبع يعني دم. هيدا الدفاع عن الارز. على كل حال بدي اسال هذا الحوار، كنت عم بسالك باطار الحديث عن الوزير محمد شقير، تعتبر انه لم ينجح في الوزاره؟ انه يا ريت بقي بهيئات اقتصاديه. هو اكيد نجح، هو الشغل اللي عمله نجح، ولكن مقاربه الاعلام او صاير الراي العام عم بيتم تضليله، صار في اعلام موجه، وهذا الاعلام الجوبلزي يعني معتمد على سياسه جوزيف جوبلز، كل ما كبرت الكذبه كل ما صدقتها. واجا بفتره كانت بدات الضغوطات على لبنان، وصار في فريق عم بياخذ اذا بدك الاعلام الى مكان مثل الساحر، بده يطلع عنا بلهيكه من مال ليطلع عنا من مال ثاني، صار كأنه إذا معك سيارة أنت فاسد، وإذا أنت رجل أعمال أنت فاسد، وإذا أنت عندك بنك فاسد. تم تدمير القطاع المصرفي، مش هيك؟ ما بقى عنده مصداقية، انهار القطاع المصرفي. اليوم عم بيتم تدمير سمعة رجال أعمال، إنه اليوم أنت رجل أعمال عندك شركات وعضو مجلس إدارة وعملت وزير، طيب يعني ممنوع، يعني عرفونا نعمل وزراء، عرفونا نشتغل شأن عام، فعلاً لأنه نحن كقطاع خاص عندنا هيبتنا وعندنا علاقاتنا وعندنا احترامنا بكل الدول قبل ما نكون وزراء، وهم ما نكون وزراء، ولمستيها معنا ست شوال كنا نروح ما كان يكون عندنا مشكلة. يعني بتعتبر احترق بالمجال الوزاري وكان ناجح في الاقتصاد؟ احترق العمل الوزاري اللي احترق، العمل السياسي في لبنان اللي احترق. لا بدك توضح شيء على قصه هيدي الارز والحمص، لانه هلا بدهم يبلشوا. اكيد انا عم بعطيك، انا عند كلامي لانه مش معقول عشان اقارن يعني الحمص بالارز والدماء. كفى ان نسكب مزيد من الدماء دفاعا عن ارز بوقت عم نخسر كل مقوماتنا التنافسيه والاقتصاديه لصالح العدو الاسرائيلي. بس في سياده كمان يا اين هي السياده؟ وين عم تشوف فيها السياده عندما نحن دفاع عن ارض؟ شو بده يحكي والوزير والسفير الفلاني شو بده يحكي والدولة الفلانية شو بدها تحكي؟ نحن عندما نتوحد ونصبح صف واحد ما منعود ناطرين لا أصدقائنا بالخليج ولا بالعالم ولا بالهذا يقولونا شو نعمل. نحن كل عمرنا نقول للخليج شو يعملوا، نحن كل عمرنا نساهم بإعمار الخليج. صرنا هلا وصلنا لوقت بده يطلع فينا كلبناني انه نحن قطاعنا المصرفي ودولة منهوبة ودولة مسروقة. لبنان منه مفلس، نحن اللبناني غنايا مرتاحين ماليا. وكنت تنتبه ست جوال لما نسافر اي سفرة يطلع بالاعلام نحن شحادة على ابواب العالم، ما بحياتنا شحدنا مصاري، نحن منروح منطرح شراكات واستثمارات مشتركة لنكبر حجم الاقتصاد اللبناني، لنعلو من شأن المواطن اللبناني وسمعة لبنان في العالم. ولكن القوى السياسية شو عملنا فيها لهالسمعة؟ بالأرض صار. علاقتك اليوم كيف بالسفير السعودي؟ جيدة جدا. أوكي. العلاقة. عم تشوفوه هالأيام؟ قدرت تشوفه بعد ما شاعت ما هيدا السفر وجائحة كورونا، بس نحن على تواصل دائما وعلى تنسيق دائما. في اخذ موقف، في اخذ منك موقف صريح واضح مش دبلوماسي اليوم بموقف السعودية من الملف الحكومي وترأس الرئيس سعد الحريري لرئاسة الحكومة المقبلة؟ لا تتدخل لا باء ولا تاء في تلك العملية، هي مستمعة وتنقل سماعي السفير بينقل وجهات نظر القوى اللبنانية إلى القيادة العليا في المملكة التي تحرص على وحدة وسيادة أراضي لبنان وسلامة أراضيه. كمان دبلوماسيا. لا هذا هو ليش اليوم ما في بعد لقاء مع السفير بين السفير السعودي والرئيس المكلف سعد الحريري؟ شفنا الدكتور جعجع 4 ساعات في معرض. زيارات استماع وجهة نظر ونقل وجهة نظر. بس رئيس مكلف بالآخر. ما في قرار لهلا بإيجاد حل حكومي قبل ما يصير في مفاوضات أمريكانية إيرانية.
وقبل ما انتهاء الملف الروسي اللي هو عم بيعيد توزيع أدوار إيران وحزب الله في سوريا والمنطقة. بس عودة المملكة اليوم على الساحة ولو من باب استمزاج الآراء، خليني أقول لا حتى هي لم تغب لكي تعود. بلا أستاذ، هي غابت. هلا هيدي قصة كورونا ما بس هي ما غابت لتعود، هي موجودة المملكة وموجودة بس كانت ناقية بنفسها كليا، موجودة بالمؤسسات وبعدها عم تدعم المؤسسات ومين، وبعده اللبنانيين عم بيروحوا يشتغلوا هناك وبعدهم عايشين. بس ما في مشهد في المنطقة اليوم يتبدل في صورة الإمارات، مصر، تركيا فايتة على الخط، فرنسا، يعني هيدا المحور. ألم يكن هناك مثل نوع أنه السعودية عندها نأزة مما يحصل هذا المشهد في المنطقة وهي ما بدها تضل بأي حالة خارج هذا المشهد، ولا سيما أنه عم ينحكى كان في بعض الأطراف عم يحكوا باتفاق الطائف وتعديله، ويعني انحكى بموضوع الطائف وهاجس، هذا هاجس لدى المملكة هذا الموضوع. فحتى لا ما يروحوا اللبنانيين أكثر من ذلك بظل الحديث عن مؤتمرات تأسيسية وكذا، اليوم المملكة ليش عم تبتسم؟ لأنه هلأ رح أعطيكي معلومة ونطلع من الدبلوماسية. يلا ما هيدا ناطرة صار لي ساعة. اليوم الذي يملك القوة هو الذي يملك الأرض. مين في على الأرض اليوم؟ مين عم بيفوت على الأرض؟ التركي. لحظة، يعني اليوم تركيا أقوى السعودي؟ إيه طبعا، لأنه السعودي التركي عم يتغلغل. إيه؟ بدأ في بدايات لوجود تركي، حزب الله مش فات دغري بلبنان وصار دغري قوي. إيه؟ حزب الله صار له بيتغلغل بلبنان وإيران من سنة 84، بس كان الله يرحمه حافظ الأسد ما يسمح لإيران أن تتدخل، وكان حافظ الأسد لاعب أساسي بأحداث المنطقة. لكن لما توفى الله يرحمه إجا ابنه رئيس بشار، صار سوريا ملعب أساسي لكل أحساس المنطقة لأنه دخل للعنصر الإيراني. فاتت إيران بسوريا وصار حزب الله أقوى بعهد بشار من مكانه بعهد حافظ الأسد، وأصبح حزب الله قوة إيرانية موجودة على الأرض. دخل التركي اليوم عم يدخل من بوابة الشمال، صح، والكل من بوابة الشمالية من طرابلس. السعودي عم ينكفئ لأنه السعودي ما عنده الأرض ولا يرغب أن يكون قوة على الأرض. السعودي دخل بالمساعدات الإنسانية، دخل بالمساعدات السياسية، بالمواقف السياسية، بس بيترك الساحة لتركيا أو لمصر. السعودي لأنه لم يعد مهتم، لأنه عنده خطر عم بيهدد حدوده اللي هو التمدد الحوثي في اليمن، وصارت السعودية عم تتعرض لاعتداءات يومية في أراضيها غير جائحة كورونا وغير التحديات الاقتصادية اللي عليها. ما السعودية عندها مشاكلها كمان، ما بقى فاضي للملف اللبناني، هي ما زالت موجودة في لبنان وتستمع إلى القيادات في لبنان، ولكن السعودي ليس هو اليوم صاحب القرار في لبنان. هناك اليوم عم تدخل قوة أخرى على الأرض، ومن يملك الأرض يملك القوة. هلا عم تعطينا هون باسات لبلش أنا أسألها كمان سياسيا. اليوم عم تقول تركيا تملك الأرض، أقله في بدأت إيه أقله في الشمال من الساحة، ودخلوا في بيروت الشمالية في عبر أي رجال سياسيين اليوم تركيا في لبنان بدأت تتحرك. هل بهاء الحريري، الشيخ بهاء الحريري؟ لا أكيد لا، مش الشيخ بهاء. مين؟ أكيد لا الشيخ بهاء. يعني شو اليوم المرجعية السنية اللي كانت بالخمسينات مع مصر مع رفيق الحريري الله يرحمه الشيخ رفيق، كانت مع السعودية، اليوم يمكن تروح عن تركيا إذا تركيا أثبتت أنه هي عندها القدرة والرغبة أن تحمي الشارع السني. لأنه اليوم الشارع السني حاسس حلو مهدد بالمنطقة مع التمدد الإيراني. تمام، هلأ في تطور جديد لافت حدث بسوريا. تمام، هالتقاسم بالقوة والنفوذ واللي كلنا عم نعرفه أنه اليوم بين الدور الروسي والتركي والإيراني والإسرائيلي وكيف عم والأمريكاني كيف عم بيقسموا المنطقة. هناك اليوم قرار انه الروسي ما حيسمح لايران وحزب الله ان تتواجد في سوريا، وهذا معروف وسمعوه مسؤولي حزب الله عند زيارتهم لروسيا بالاخر. مزبوط، هذا حيأثر على موازين القوى في لبنان. لحتى مين كيف بدأت تتبدل موازين القوى في لبنان، هذا ما ستكشفه الايام المقبله، ولكن لن تكون لا السعوديه ولا الامارات. ماذا عن عوده الشيخ بهاء الحريري للتحرك على الساحه اللبنانيه ولو عن بعد اقل، يعني بهيدي المرحله هذا ما بتشوفها كمان مدفوعه من مش مدفوعه بالمعنى المدفوعه بس بدعم، خليني أقول الكلمة، بدعم خليجي، بدعم تركي. رح أعطيكي معلومة. ايه؟ طبعا الشيخ بهاء لبناني وله حق يشتغل سياسي، طبعا وعنده الرغبة وعنده القدرة وعنده القدرة المالية. الشيخ بهاء أبدى رغبته للقيادة السعودية أنه حابب يشتغل سياسي، والقيادة السعودية مثل العادة بتقول أهلا وسهلا، يعني الله يكون معه. لحظة، أبدا رغبته إنه هو بده يتعامل بالسياسي، لأنه ما تنسي إنه بيملكوا الجنسية السعودية. طبعا بعرف هيدا الشيء، كانت السعودية مرحبة، يعني كان في ترحيب سعودي نفس الكلام ببها أكثر من سعد. السعودي لا بيقول لك إيه ولا بيقول لك لا،
دائما بيقول لك بالتوفيق والله يكون معك وشو بتحتاج، ما بيقول لك لا ايه ولا لا، خذيها مني. بقى اكيد لم يكن هناك ممانعه ولم يكن هناك دعم، وليس هناك من دعم لانه السعودي مش فاضي للملف اللبناني. هلا على الشيخ بقى هو شو بيعمل وشو بيقوم بجهود وشو بيقدر يثبت حاله على الارض وعلى الساحه، هذا يعود له لقدراته لفريقه الاعلام اللي ركبوا حواليه ولقدراته الماليه اللي عم يصرفها. حتى السعوديه يعني بين سعد الحريري وبهاء الحريري ما بتميز شخص عن ثاني يعني أبداً. يعني هي زيت العلاقه ولا تميز بين اي لبناني او اي زعيم سني. لم يعد هناك أي فيتو على أي شخص سني أو أي شخص لبناني في السعودية إلا طبعا الاسم اللي هو مرتبط بشيء حادث أمني أو بضر بأمن المملكة العربية السعودية. برات هذه ما في أي فيتو على أي لبناني بيتعطى سياسي في لبنان أبدا. عم تتعامل مع الكل على مسافة واحدة، وكل الزيارات اللي عم بتكون تركيا. هي للاستماع تركيا. الأتراك لا عم بيفوتوا عم بيركزوا على عيال اللبنانية اللي كانت أصلا تركي وعم يرجعوا يعطون جنسيات، انتبه. وعم بيكون دور التركي دائما صدامي، دور التركي يختلف عن الدور السعودي، انتبه. الدور السعودي دور سلام، دور إذا بدك دعم إنساني دعم مالي. السعودية ما دخلت ولا بأي بلد بالعسكر إلا باليمن، ما كانت تتدخل. بينما لا، الأتراك عم بيفوتوا بالعسكر وعم بيفوتوا بياخذوا أرض مثل ما عملوا بسوريا وعملوا بأذربيجان. بس معقول أستاذ ألي ما عم بشوف إنه الشيخ بهاء مدعوم من تركيا؟ لا ولا السعودية؟ إذا بدك اليوم علاقة الشيخ سعد مع الأتراك أحسن شوي يعني. ولا السعودية؟ مرحب به بالعكس يعني، أهلا وسهلا. ما في دعم له السعودية، لا ما عم تتدخل أبدا 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 بتفاصيل السياسة اللبنانية. من هون نحن مطلوبين اليوم أكثر من مطالبين اليوم أكثر من قبل أنه نوحد صفوفنا ونحن نعرف شو بدنا. نحن بنفرض على الدول كلها شو بدنا وبنفرض احترامنا على الدول. عيب اللي عم بيصير اليوم من القوى السياسية، هيك تروح كرامتنا وكرامة هالشهداء اللي ماتوا كرمال الأرض وكرمال لبنان ليدل لبنان عنده سيادة وحرية واستقلال. أنا هي تلك السيادة إذا بتشوف. اليوم كل القوى السياسية اليوم ناطرة شو قال السفير الفلاني ولا السفير الثاني، وين كرامتنا؟ روحي شوفي اللبنانية برا شو الكرامة اللي عاملين لنا. بتشوفي حالك لما بتروحي أي بلد خليجي أو أوروبي، خاصة الخليجي لأني أنا بتعرفي مسؤول عم بتواصل عطول مع الجالية اللبنانية بالخليج. أحلى المناصب وأحلى الشركات وحب للبنان ودعم للبنان وللصناعات اللبنانية وللمنتجات اللبنانية. وأنا بستعد أكد لك كل المصانع اللبنانية أو الفرنشايز اللي عم يقدر يطلع على الخليج أو أوروبا أو أي بلد آخر، لأنه هناك لبناني عم بيساعده انه ينتشر ويطلع ويكبر حجم اعماله. هل قد حلوه العلاقه بين اللبنانيين والانتشار، ما بدي اقول الاختراب لانه بعدهم هن على تواصل وتفاعل مع اللبناني الموجود. وفعلا ما غلط اللي قال انه لبنان يطير بجناحيه الانتشار الاختراب والمقيم. وهيدي هلا العلاقه الاستراتيجيه اللي موجوده بدنا نحافظ عليها وبدنا نساعد كقوى سياسيه مطالبه تحافظ على سمعه اللبناني برا وما تاثر على اقامته وحياته نتيجه اتخاذ مواقف سياسيه ما بتخدم تلك المصالح. وأنا بدي أسأل اليوم يلا. سؤال تفضل. هل يا ست جوال مصلحة السوريين أم العراقيين أم اليمنيين أم الحوثيين أهم وأسمى وأقدس من قضية الدفاع عن مصالح اللبنانيين اللي عاملين بدول مجلس التعاون الخليجي؟ هذا سؤال كتير مهم. أنا ست بدي قضية الدفاع عن السوريين والعراقيين واليمنيين والحوثيين هي أسمى وأقدس من اني دافع عن مصالح اللبنانيه اللي عاملين بدول مجلس التعاون الخليجي واللي هن اليوم عم بيساهموا بشكل اللبنانيين على هل بتشوفي بيقصد الدولار بيطلع الدولار لما بيجوا اللبنانيين من الانتشار مش هيك وعم بيجيبوا دولارات عم بيساهموا لليوم ما زالوا حتى اليوم بانه يوقف القطاع الخاص على اجريه. قد ايه تقريبا عدد اللبنانيين في السعوديه في دول الخليج بشكل عام؟ 550 بكل الخليج، بالسعوديه شي 350,000. 350,000 بسلطنه عمان ولا كمان سلطنه واعده وفي جهود جباره عم يبذلها السعوديه. ليش عم تروحوا الى سلطنه اكثر اقتصاديين؟ اليوم عم نشوف توجه الى سلطنه عمان وعم بحكي عنها كمان شخصيا، عم بتكون اغلب الاوقات هناك في السلطنه وعم تفتح يمكن يعني استثمارات في سلطنه عمان. انا بالحقيقه لانه هني عملوا زياره رسميه السلطان الجديد جلاله السلطان هيثم درس ببرمانه هاي سكول.
أوكي. ومن 3-4 سنين مقدم مبنى للبطريركية الكاثوليك وبيحب لبنان ويعشق لبنان. من 3 سنين لما رحنا عملنا أسبوع لبنان في مسقط استقبل أنا ذاك الوزير محمد شقير رئيس الهيئات وبمكتبه وعملنا غدا تكريمي، وهو عنده توجيهات أنه يفتح مجالات للبنانيين يجوا يستثمروا في السلطنة. واليوم السلطنة هي البلد الخليجي الوحيد اللبناني مش بحاجة لفيزا ليدخلها، يعني في يدخلها بلا فيزا وبيقدر يعمل استثمار أجنبي. لما عملوا هني زيارة رسمية وتمنوا علينا وعلى رئيس الهيئات الوزير محمد شقير أنه نبادل الزيارة ونرجع، أنا رحت وقتها لأكتشف الأرض وحضر للزيارة، وصارت جائحة كورونا وصار اللوكداون وصرنا نعمل علاقات ونشعب علاقات وصرنا عم نكتشف أنه عم نقدر نساعد العديد من الشركات تطلع على عمان، واكتشفنا أنه في لبناني صالون زمان وبيساعدوا وبيفتحوا مجالات وبيوزعوا المنتجات الغذائية المشهورة هون وصالون 30-40 سنة وعملين لنا يعني نمبر وان، يعني مثلا بتلاقي احد المنتجات الصناعات بتلاقيه على الرف انه انت وكيل فلان نتيجة هاللبناني. بس قبل كنتوا تشوفوا الامارات، تشوفوا المملكة العربية السعودية، تروحوا على غير اتجاهات، اليوم وينكن من الامارات؟ موجودين اللبنانيين اليوم بالإمارات الاقتصاديين خاصة بدبي، ولكن صار اليوم على رجل أعمال أنه يدرس كلفة الاستثمار وكلفة الإنتاج والتسهيلات المعروضة. اليوم ما تنسي سلطنة عمان إذا بتعمل فيها مشاريع صناعية، المدن الصناعية عم تعطي حوافز استثمارية المتر مثلا بأقل من دولار الأرض، وانت ما في من الضرائب 10 سنين وبتقدر تصدري امريكا كانك منتج امريكي. سو في حوافز معينه وكلفه انتاج يمكن اذا بتقارنيها بدول اخرى بالخليج او بالتسهيلات المعروضه او بسرعه تنفيذ الاوراق تعتبر السلطنه سوق واعد وسوق منفتح، وخاصه انه عنده شيئين مهمين، يعني شعب ولا اطيب من هيك، شعب ولا ارقى من هيك، وجلالة السلطان والقيادة العمانية تكون للبنانيين كل احترام ومحبة واستقبلونا كأنه نحن ببيتنا فعلا. وعندك الشيء الثاني البنية التحتية، ما شاء الله من أجمل بلدان العالم، الله يرحم السلطان قابوس صرف على السلطنة وعمل منها جنة، جنة فيها منتجعات بحرية وفيها مرافق طبيعية وفيها طرقات. على ما تعولون اليوم أنتوا اقتصاديين، كمان كنت تهتم بالمعارض الدولية وكمان كنت رافقكم في هذه الزيارات، عشان عم تعولوا اليوم لاستنهاض القطاع الاقتصادي استثمارات اللبنانية الخليجية؟ عم نعول على قوة اللبنانيين والانتشار انه يقدروا يساعدوا كل القطاعات الانتاجية اللبنانية تقدر تأمن تصدر لبرا، يعني حتى انه الواحد المصنع اللبناني لما هون عم بيكون كلفته تقريبا بالليرة وعم بيقدر يلاقي اسواق يصدرها بالدولار، هيدي بتساعد الاقتصاد وبتنميه. وعندك اليوم قطاع المطاعم الذي بدا يبحث عن اسواق خارجيه مثل مصر ومثل السعوديه والفرنشايز، وطبعا نحن حتى تواجدنا في عمان عم نامن لكذا مطعم صار انه يفتح هونيك او شركات. واليوم اتكالنا هو على اللبناني والانتشار، انه هالجهود اللي عم بيخلوها مع الرجال أعمال لبنانية إنه يقدروا يصدروا خبراتهم وخدماتهم ومنتجاتهم لبرا، هيدي اللي بتقدر تأمن الصمود. لأنه بالسوق المحلي مثل ما بتعرفي ست جوال الاقتصاد مش مبني على ولا أي common sense أو قانون أو 4 أسعار للهذا، ما حدا بيقدر يسعر مواد أولية أو شو تبيعها بالسوق، والفوضى القائمة وغياب القانون دولة القانون والمؤسسات ما في حماية للقطاع الخاص وما في استمرارية ونمو. سو نحن نعول هلأ بهالفترة، لكن الله لها من القوى السياسية. مؤمنون أنه رح يرجع لبنان ينهض وحتكون في حكومة قادرة أنه تنقذ ما تبقى؟ لا أكيد لا. تغيرت الديموغرافية ست جوال. إذا ما بدنا نضحك على بعض، إذا بدنا ندل نحكي شعر ونحكي نحن صرنا إذا بدك الأرمن بالعالم أقوى من أرمينيا، بيقولوا دائما اليهود بالعالم أقوى من إسرائيل، اليوم اللبنانيين بالعالم عم بيصيروا أقوى من لبنان، لأنه فقد ما فيك تشوفي نظرة الخليجي للبنان اليوم. بس أين هي الاستثمارات الإماراتية ال 11 مليار؟ لوين راحت؟
على إسرائيل. هلأ بتقولي لي مين ضرب البور؟ كيف انضرب يا خي؟ انضرب البور وصارت إسرائيل هي عم تكون المقصد الاستثماري. دخلت إسرائيل بمنتجاتها على الخليج. شو بعد فيه اللبناني؟ نحن اللبنانيين بسنة 90 أوائل التسعينات أو آخر الثمانينات، تعرفي كنا في دبي الرواد في قطاع الإعلانات والدعاية وقطاع الفنادق. مين اللي طلعنا بس اللي عم بتقولوا يعني شو تشاؤمي من سوق الاعلانات في الامارات، مع انه كانت هيدا اكثر قطاع بدخل مليارات للبنانيين، المنافسه مع الانجليز والهنود. اليوم مين اللي حيطلع اللبناني من اسواق المنافسه بالخليج؟ دخول العدو الاسرائيلي بوقت حكومتنا وقياداتنا، او ما بدي اقول حكومتنا مع الحكومه، او قياداتنا هالقوى السياسيه اللي هن مسؤولين، اللي هن ستي مش هيك؟ اذا قعدوا على الطاوله هن مسؤولين عن هالبلد، شو عم بيعملوا بسمعه لبنان؟ ما انت بدك ايماج دمار. اللبناني شو كان مشهور ست جوال برا؟ انه بيحكي لغة، مثقف، مبدع، مميز بالفاشن وبالتصميمات وبالفرانشايز، بكل شيء نجحنا. معك خبر نحن جمعية الفرانشايز اللبنانية هي الأولى في العالم العربي والفريدة من نوعها؟ ما في فرانشايز بالعالم العربي إلا اللبناني، إني علموا العالم العربي الفرانشايز. طيب وين أنا نحن اليوم من هذه بس السمعة. أنت يعني متشائم لأنه عم بتقلي أنه منك متفائل أنه يرجع يصبح الوضع. وكل ما استعخطت المسؤولين والسياسيين وقوى الأحزاب اللي قالوا نعطونا أنه من مسؤول عن تعطيل تشكيل الحكومة؟ نعم، من هو المسؤول يوم عن تعطيل تشكيل الحكومة؟ داخليا عدم وحدة صفنا، عدم نحن لقائنا لنتوحد على شو مصلحتنا وأين مصلحة لبنان، وخارجيا هي المفاوضات الأمريكانية الإيرانية اللي عم تقدر تتمكن من التأثير بالسياسات الداخلية اللبنانية. ليه؟ لأنه نحن مش موحدين. مش موحدين، يعني الحكومة تنتظر بلورة المفاوضات الإيرانية الأمريكية، وما بعرف ممكن نروح لحزيران لحتى يكون إذا في شيء حكومة. شو جوك يعني بالحكومة؟ ممكن نروح لحزيران وممكن نروح لآخر العهد. مفتوحة على كل الاحتمالات. كان في أمل مبارح، آخر أمل، آخر خرطوشة أنها تتشكل مبارح، ولكن الظاهر حسب ما سمعنا من الخطابات من الفريقين، أنا بغض النظر مين معه حق مين ما معه حق، بس راحت على البلد. يعني أنا بقول دايما أنه بفضل 100 مرة أكون غلطان وما تروح على البلد من مرة أكون معي حق ويخترب البلد. فكلهم معهم حق واخترب البلد. بس لا تطمئن تصاريح أمس أنه على الصعيد الداخلي بعد في قدرة أنه يتشكل أي حكومة إذا لم يتم فرضها من الخارج. وحتى الآن ليس هناك أي بصيص أمل بإمكانية تشكيلها قريبا من الخارج، لأنه لم تتضح بعد المفاوضات الخارجية. وثانيا ليس هناك مال وأموال بحاجة لها الحكومة لاستنهاض إذا بدك الاقتصاد اللبناني. أي متى بتجي هالمال والأموال؟ أي متى بيصير في عودة الثقة؟ عودة الثقة. الثقة عندما تفقد الثقة بالاقتصاد ينهار الاقتصاد. اليوم أنا كرجل أعمال بعد بسترجي حط ليرة ببنك لبناني، اللي نحن هاي رابع هجرة على الخليج من 82. استشهد رئيس بشير جمي، رحنا على الخليج جبنا مصاري جينا، رجعنا حرب التحرير حرب الإلغاء، رحنا على الخليج جبنا مصاري جينا مع الحريري، مات الحريري رحنا على الخليج جبنا مصاري حطينا هون، هلا رايحين على الخليج. قبل ما اختم معك من الحب ما قطب بتحبي عند البلد، قبل ما اختم معك بدي منك رسالة من رجل أعمال من اقتصادي، بما تطالب اليوم المعنيين أن يتحدوا ويضعوا مصلحة الاقتصاد فوق كل اعتبار، وأن تكون مواقفهم السياسية في خدمة اقتصاد لبنان، عوض أخذ اقتصاد لبنان رهينة لمواقفهم السياسية. وأنا بدي أوجه تحية لصديقنا خينا شرب المحفوظ، بيسلم عليك، هو بعمان وقال لي ضروري على التلفزيون. شكرا وتحية لكل المنتشرين اللبنانيين بكل من المغتربين اللي عنده أيادي بيضة مثل غيره كتير لبنانيين الأراضي الخارجية. شكرا لك إلي رزق، فعلا حوار معك شامل اقتصادي وسياسي، بيكون لنا لقاءات أخرى معك. مشاهدينا فاصل ونواصل هذه الحلقة من حوار اليوم. عودة لمتابعة حوار اليوم، وسأنتقل مباشرة إلى فرنسا مع رئيس جمعية الصحافة الأجنبية إلي مصبنجي للإطلاع على الموقف الفرنسي المستجد. هذا الموقف يلي فيه وصفه بالصارم والصادر بالأمس عن وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان بعد اتصالات، بحسب ما امبارح طلع خبر من الخارجية الفرنسية، اتصالات شملت كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس المكلف سعد الحريري. صباح الخير استاذ علي.
صباح الخير. يبدو ما بعرف في شوية عطل في هذا الاتصال حتى يجهز معي استاذ إلي مصبنجي. بدي أذكر أنه كلام وزير الخارجية الفرنسية بالأمس كان لافت جدا، والبعض قرأ فيه أنه قد يكون هو مثل رسالة تحذيرية عن عقوبات، وهذا ما سأحاول أن أستفسر منه عن هذا الموضوع مع إلي مصبنجي. استاذ إلي، أريد أن أذكر كمان بهذا الموقف يلي شدد فيه على ضرورة كما جاء حرفيا يتعين على المعنيين، وأنا أقصد هنا بحسب بيان الخارجية الفرنسية المعنيين اللبنانيين، يتعين عليهم فورا إنهاء التعطيل المتعمد للخروج من الأزمة السياسية. كمان جان إيف لودريان وزير الخارجية الفرنسية أبلغ المسؤولين اللبنانيين كما يقال يعني أنه هناك تفكير على مستوى الاتحاد الأوروبي في تحديد سبل للضغط على المتسببين في التعطيل. أشير أيضا إلى أن الوزير الفرنسي أبلغ رفاقه الأوروبيين أو نظراء الأوروبيين بأن الوقت حان لزيادة الضغط بعد التعطيل المستمر منذ 7 أشهر، وجاء هذا الإعلان بعد انتهاء اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل. هذا الاجتماع يلي كان قيل أنه سيكون هناك بحث لملف لبنان، ستطرح فرنسا ملف لبنان وأزمة تشكيل الحكومي في هذا الاجتماع، ويبدو فعلا تم طرح هذا الملف. استاذ إلي مصبنجي كان عنده بعض الأجواء والمعلومات حول خلفيات أو حيثيات هذا الموقف الفرنسي الجديد والمهم جدا، أصبح معي بعتقد مباشر، وبدي أقول لك هلأ صباح الخير. صباح النور. يا اهلا وسهلا فيك استاذ علي. ما بعرف اذا كنت قادر تسمعني، عم بحكي على طبعا موقف وزير الخارجيه الفرنسيه المهم. كيف اتى هذا الموقف، وهل هو منسق مع النظراء الاوروبيين من بعد اجتماع بالامس في بروكسل؟ الواقع من اسبوع تقريبا، اكثر من اسبوع، من 10 ايام، الوزير لودريان يعني مخصص كل وقته على موضوع لبنان، لانه التعليمات الرئاسه، رئاسه الجمهوريه اللي هي بتدير الحقيقه السياسه الخارجيه، وكلته بانه يكثف اتصالاته ويوصل الى نتيجه تشكل يعني مش ضغط بالمعنى التقليدي، تشكل شوك يعني عند اللبنانيين اللي وصفهم مثل ما طلع بالبيان بكلمات كثير قاسيه، وحط حياتها الدبلوماسيه الفرنسيه وغير الفرنسيه، ما استعمل الكلام بهالقساوه مع مسؤولين ببلد صديق، يستعملوها لغير بلدان ولكن بلد صديق ما ولا مره نعرض هالكلام. المهم انه خلال هالعشر ايام، خلينا نقول الماضيين، الوزير لودريان عمل اتصالات بشكل مكثف ودائم يعني مستدام مع الولايات المتحده يلي هي بعد ما حطت لبنان على اولويات سياستها الخارجيه، ولكن لهالسبب يعني عمل ضغط عليهم مشان حتى يوافقوا على مش البيان، الخط يلي رسموا البيان بالنسبه للبنان. وايضا مع روسيا ومع السعوديه. وهون في شيء لافت، انه لاول مره بيحكي لودريان باسم اوروبا. هو الواقع مش اوروبا كاوروبا، من فتره في اتصالات بين فرنسا والمانيا، والمانيا لاول مره هيدي بين هلالين بتدل يعني او بتقول شو اهميه لبنان بالنسبه لها. والثنائي الفرنسي الالماني هو اللي بيحكي باسم اوروبا وبيجيب معه موافقه اوروبا حتى تكون فريق من هالفريق الصديق الضاغط على الوضع اللبناني. هيدي نقطه مهمه كثير، يعني هو الثنائي الفرنسي الالماني اللي هو يعني جايب اوروبا على هذا الموضوع.
بعدين في ناحية ما تطوع عليها كثير لأنه لأسباب لازم تعرفوها. أوكي، بس قبل أستاذ علي أنا اسمح لي بس أقطعك لأسألك سؤال. عم بتقول أنه في اتصالات من وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان شملت الولايات المتحدة السعودية وروسيا للاتفاق على البيان اللي صدر بالأمس باسم الخارجية الفرنسية من بعد الاجتماع، هيدا المقصود هذا الموقف من لبنان؟ طبعا لكما لو ما عمل الاتصالات ما كان هالبيان بياخذ هالشكل هيدا. ما بيتم تقدير فرنسا تاخذ تعمل بيان على لوحدها يعني ما على مسؤوليتها بس بيان بهالاساوي. الاتصالات كلها كانت مركزه على الوصول الى هالدرجه من الاستياء. نعم، طيب هيدا الكلام اللافت وعم بتقول يبدو منسق أمريكيا سعوديا وحتى روسيا، هل هذا الكلام والتصعيد الفرنسي بشديد اللهجة يعني هل هو بداية أو تلويح بعقوبات أوروبية وقد تكون في مرحلة لاحقة خليجية تنسق بالتزامن مع العقوبات الأمريكية على مسؤولين لبنانيين في حكي بهالإطار في فرنسا؟ عقوبات وكلمة ضغوط. نعم. بفرنسا ما في شيء اسمه عقوبات مثل على الطريقة الأمريكية، ما عندهم شيء هيك، عندهم ضغوط بأساليب أخرى، عندهم مثلا إبلاغ لبنان مثلا إنه كل هالمبالغ اللي انحكى فيها بالمؤتمرات لدعم لبنان يمكن ما تعود متوفرة إذا طالت الأزمة الحكومية، ولكن ما في عقوبات. يعني لسوء الحظ بعض الزملاء بلبنان بيستعملوا كلمة عقوبات بينسبوها لفرنسا، ففرنسا ما في يعني بسياستهم وبثقافتهم ما في ثقافة العقوبات على الطريقة الأمريكية، عندهم ضغوط وتلميح على بعض الاشياء بس ما في بالقوانين يعني وبالدستور الفرنسي ما في شيء اسمه عقوبات الا اذا في حالات حرب. نعم. او اذا فرنسا فايته بمواجهه مفتوحه مع بلد. اوكي، يعني حتى اللحظه ما في بحث بعقوبات انما تشديد الضغوط من باب يعني انه ممكن الدعم ان يتوقف او الاموال اللي رصدت سابقا لدعم لبنان هيدي قد توقف، ولكن لا عقوبات أوروبية فرنسية على مسؤولين لبنانيين، صح؟ لأنه ما في بالقاموس الفرنسي والأوروبي شيء اسمه عقوبات على الطريقة الأمريكية. في شيء ما بيسموه عقوبات، بيسموه ضغوط، ولكن يمكن بيشبه العقوبات، ولكن ما في بالقاموس تبعهم. نعم. اوكي استاذ علي، ممكن يكون في موفد فرنسي يزور قريبا لبنان ولا لا؟ ما في شيء بهالاطار؟ شيء طبيعي اذا صار في تحرك، اذا صار في حكومه مثلا اكيد ثاني يوم بيوصل مندوب فرنسي او حتى يمكن فريق عمل. نعم. مشان حتى يكونوا حاضرين وقت تشكيل الحكومه طبعا بالكواليس. نعم. يكونوا حاضرين ويتاكدوا انه الحكومه هيدي قادره تقوم بالاصلاحات يلي انطلب منها، لانه بدون اصلاحات او بدايه اصلاحات ما ما حدا رح يصدق، يعني ما حدا رح يصدق بقى المسؤولين اللبنانيين لا بتصريحاتهم ولا بتصرفاتهم. هون كنت بدي احكي كلمه، ما قالوا عنا شيء، ولكن لانه هيك عمليه سريعا مخابراتي، زياره المدير العام عباس ابراهيم. نعم. عباس ابراهيم كان لها علاقه مع الحركة الدبلوماسية اللي صارت، ولكن مش انه هو شارك بالدبلوماسية، ولكن عباس ابراهيم وكل المسؤولين عن المخابرات بيقولوا للسياسيين اللي بيزوروهم اشياء السياسي ما بيقولها للسياسي، والعكس بالعكس، يعني السياسي الفرنسي ما بيقول للسياسي اللبناني الاشياء اللي بيقولها من التقى لواء ابراهيم في فرنسا؟ من التقى؟ كان له في الدور يعني بهيدي بصدور البيان يلي طلع امبارح على لانه اعطى وصف دقيق وفي اشياء كثير خطره
مررني هذا الفرنسي. مين التقى استاذ علي اللواء ابراهيم؟ ما صار في تعطيم تام يعني بالنسبه للناس، ولكن اكيد التقى بالمخابراتيين وايضا في دبلوماسيين عندهم دور مخابراتي. اوكي. التقى فيهم اكيد، بس ما التقى علنا بمسؤولين ولا في اجواء انه عاد الى بيروت وانتهت هذه الزياره الى فرنسا، ولا بعد ما في جو؟ لا، في اجواء انه اكثر يعني عمل قام بمهمته. نعم. هلا في شغله هون تحفظ شديد شديد شديد، لانه ما قدرنا ناخذ هيدا. يقال انه بعد ما وزيره العدل اللبنانيه وقت كانت بفرنسا راحت زارت جورج ابراهيم عبد الله. نعم. في كلام عم بينقال، لكن بنقولها بتحفظ شديد، انه يمكن اللواء عباس ابراهيم يقدر يطلعوا مش يقدر يواكبوا ويطلعوا من السجن، لانه هيدا زال يخلص محكوميته. لانه اجى ثلاث مرات عفو، بتعرف المؤبد بيجي اوقات صار جاي ثلاث مرات عفو، ولكن في ضغوط اسرائيليه قويه بشكل انه فرنسا مش عم تسترجع تفلته، صار له تقريبا 40 سنه بالسجن زلمه. بس معقوله لواء ابراهيم يعني يكون له دور بهيدا الاطار؟ يمكن هيدا بكل تحفظ عم بقولها يعني. أوكي. بس بعد ساعات يمكن بتبين انه يا بتلاقيه واصل هو وياه، يا بيقول انا ما عملت شيء ولا قلت شيء ولا دخلت. شكرا لك، يعني معلومات قيمه اعطيتنا اياها من فرنسا. شكرا لك استاذ الي مصبنجي على هذه المعلومات. سانتقل مشاهدينا لمتابعه الملف الصحي وجائحه كورونا وموضوع اللقاحات مع المعني الأول الدكتور عبد الرحمن البزري المسؤول رئيس لجنة اللقاحات. يا أهلا وسهلا فيك وصباح الخير. صباح النور لك وللمشاهدين. يا أهلا وسهلا فيك دكتور. يعني بداية والسؤال البديهي اليوم، هناك لجنة تانية، خبرنا شو قصة هاللجنتين وليش تم تشكيل لجنة تانية، وهل فعلا أنت تلوح بالاستقالة من رئاسة اللجنة، خليني أقول الأولى؟ حقيقة اللجنة الثانية يبدو أن تشكيلها تم بالاتفاق بين رئيس الحكومة ورئيس ووزير الصحة. بعتقد أن الملف بده ينتقل من وزارة الصحة للسراي الحكومي، يبدو ما بعرف ليش. يعني نحن موقفنا واضح، نحن لجنة علمية، هاللجنة العلمية واللجنة الاستشارية نحن بنحط الخطوط العريضة وبنحط الخطوط الرئيسية لعملية التنفيذ. مشكلتنا الرئيسية مع هذه اللجنة التي تم تشكيلها هي أنه أعطيت صلاحيات بحق لها أن تغير بتوصياتنا. هذا الشيء نحن بنعتبره يعني في تجاوز للجنة اللي نحن بنمثلها، واللي صار فترة طويلة هي حتى خطة اللقاحات في البلد، وبالتالي التجاوز لا يجوز، لأنه إذا كانت اللجنة على الأرض لجنة تنفيذية بتطل على المراكز وتشرف على عمل المراكز، يعني وتكون لجنة موازية للجنة الصليب الأحمر الدولي، لأن البنك الدولي عنده لجنة اسمها لجنة الصليب الأحمر والهلال الأحمر الدولي، اللي بيبعثوا لنا تقارير دورية أسبوعية لإلي ولوزير الصحة حول يعني تطور العمل بالمراكز وملاحظاتهم على المراكز، ونحن دائما بنرد بنجرب نتفاعل معهم بنشوفهم في نقاط بحاجة إلى تصليح. هلا إذا كان في بدهم يعملوا لجنة وطنية شبيهة بلجنة الصليب الأحمر الدولي والبنك الدولي، المشكلة أنه هذه اللجنة الوطنية أعطوها صلاحية أن تعدل بالتوصيات، وهذا الشيء مش مقبول لأن أنه يتعدل بالتوصيات، لأن التوصيات هي مبنية على أسس واضحة وعلمية، ونحن صرنا مرتين معدلين بتوصياتنا بناء على الحاجة الطبية. يعني إحنا أول تعديل عملناه لما في أمراض معينة سرعنا بتمنيعها وتلقيحها مثل زراعه الاعضاء، زراعه الإرخاء العظمي، يعني في عده امراض اخرى ما رح نذكرها. دكتور عم بتقول انه الموضوع يبدو سينتقل الى السراي، وهذا تجاوز يمكن لا يجوز، يعني وفي خاصه انه في لجنه تترأسها حضرتك. طيب نحن قدام هذا الواقع، انت ستستقيل، شو رح تعمل بهذه الحاله؟
ليش عم تركز على الاستقاله؟ انا لم احسب الاستقاله ابدا. انا واضح، انا هذه اللجنه اللي موجود فيها هي لجنه عم تحط التوصيات، وانا برفض الصلاحيات التي اعطيت للجنه الاخرى لانه فيها تجاوز على صلاحيات لجنتنا. هلا برجع بقول ساعتها انا برايي بكونوا عم يعملوا ارباك اكثر بخطه اللقاح، خصوصا مع وصول لقاحات جديده. يعني لبنان اليوم في ناس عم ياخذوا استرازينيكا، في ناس عم ياخذوا فايزر. اليوم هلا انا تركت ورايح على اعطاء اللقاح الروسي سبوتنيك. مبدئيا بدها تصير اليوم يبلشوا بلقاح سبوتنيك. فلذلك تعدد اللجان في زل تعدد اللقاحات قد يربط اول شيء القرار العلمي ويربط القرار التراتبي، لانه نحن مصرين على التراتبيه خاصه فيما يتعلق باللقاحات العامه، اللقاحات اللي دافع حق المواطن ليدوسه بطريقه غير مباشره وهي من حق وزاره الصحه. فاذا نحن لن نستقيم، نحن عم نقول اذا انتم شايفين لجنتنا ما لها لزوم تفضلوا هذه اللجنه، بقول روحي على البيت. اما ليش بدكم تعملوا لجنه ثانيه؟ هذه اللجنه عندها بالظاهر هي لكي يعني تشرف على المراكز، لكن بالباطن هي محاوله لتعديل ما يسمى الاولويات. نحن بنعتبر ان تعديل الاولويات لا يجوز الا بحاله الاضطرار العلمي والاضطرار الصحي والطبي والاضطرار الاجتماعي، مش بناء على ما يسمى يعني حسابات او يعني معايير مختلفة. معلش بدك تسمح لي، يعني كان لك موقف لافت من قضية تطعيم النواب في مجلس النواب، وشفنا شو صار، وكانت لوحت أو كان في معلومات أنه قبل كنت أنت كان عندي، يعني كان عندي حتى نية ايه؟ صحيح. أوكي، هل تعتبر ما يحصل اليوم وبصراحة دكتور بزري هو انتقام بين هلالين منك على موقفك اللي طلعت وقلته عبر الإعلام وأنت كنت ضد اللي صار بمجلس النواب، انتقام سياسي من الدكتور عبد الرحمن البزري؟ هيك أنا دائما بحب أطلع بالقصة من باب مصلحة الناس. أنا ماني طارح حالي بهالمعادلة بالموضوع السياسي، أنا طارح حالي بهالمعادلة إنه نحن مجموعة من الأطباء وأنا من بيناتهم، سحبت يمكن أنا أكثر واحد ضل إعلاميا فيهم. يعني نحن صرنا عدة أشهر وربما أكثر من سنة مكرسين وقتنا، وهذا واجباتنا مش جميلة لحدا، من أجل خدمة المواطنين في لبنان، ومكرسين وقتنا أيضا لوضع خطة لقاحية على 115 صفحة، بعتبر أنه ثلاث أرباع المسؤولين واللي حتى عم يطبقوها مش قاريين حتى كمان كلها، لأنه كل مرة بيطلع حدا بيتساءل أنه مثلا سوي الاحتياجات الخاصة وين وليه ما في، بستغرب أنا بقول يا عمي والله في مقطع موجود بالخطة بس ما حدا كلف خاطره مثلا وقرأ هالمقطع، المسنين وين من أنهم هون، الأمراض وين من هون، اللي بدي أقوله أنا واضح جدا. نعم. نحن باقيين بهالموقع لانه شايفين انه مصلحه الناس بقائنا بهالموقع، ونحن عم ندافع عن مصالح الناس وما في حسابات اخرى بالنسبه لنا. وبعتقد انه مع الوقت في مجموعه من الاطباء يعني اكتسبوا ثقه الناس، بما معنى انه الناس صاروا بيعرفوا انه هون ما عندهم حساب غير مصلحه المواطن اللبناني الذي يريد ان يشعر ولاول مره في لبنان بانه في شيء عام عم ينعمل لصالحه وليس ضمن حسابات اخرى وتعقيدات اخرى. يعني هذا اكبر مشروع عام بينعمل بلبنان بهذه المرحله هو مشروع التلقيح. وإذا سألتني هلا رغم إني كنت عم بستمع شوي لضيفك يحدث، أنا بدي أقول شغلة كثير مهمة، يمكن إذا في وزارة سيادية حقيقية الآن بلبنان هي المفروض تكون وزارة الصحة، لأنه وزارة الصحة هي اليوم الوزارة المعنية بسلامة الستة ملايين ونص الموجودين أو السبع ملايين الموجودين على الأراضي اللبنانية من اللبنانيين وغير اللبنانيين، وبالتالي هيدي الوزارة السيادية الرئيسية. وبالتالي اي خلل باي قرار او اي اختلاف في الحسابات باي قرار ينعكس صحيا على واقع هالست سبع ملايين مواطن موجودين، ولكن انعكاسه لن يكون صحيا، بده يكون كمان اقتصاديا واجتماعيا، لانه اذا بتقولي هلا الناس قديش عانت من كورونا صحيا، كمان عينه اقتصاديا وعينه تجاريا وعينه تربويا وعينه ثقافيا واجتماعيا من الكورونا. فإذا نحن أمام
يعني ملف سيادي بامتياز، السيادي بالنسبه لنا هي مصلحه السبع ملايين مواطن وليس المفهوم السيادي التقليد اللي بينظروا له السياسي. بدي استفيد من وجودك لاسال على لقاحات الاسترازينيكا. بلشنا بالتلقيح بلقاح الاسترازينيكا، ولكن هناك خوف دكتور بزري كثير من هيدا اللقاح، انه انحكى في وفيات وفي جلطات. اليوم ماذا تقول للبنانيين، وهل مضبوط سيكون للاعمار من بين ال 55 لل 65 ياخذوا الاسترازينيكا؟ نحن لما عدلنا بالتعديلات الاخيره، انا كرئيس لجنه ووزير الصحه عدلنا بالتعديلات الاخيره، قربنا نزلنا مستوى الاعمار شوي، لانه كمان صار في استرازينيكا. الاسترازينيكا ممكن ينعطى هلا باوروبا بفرنسا وبريطانيا والمانيا عم يستعملوا ل 70 سنه وما فوق، ما في مشكله. نحن هون عم نعطيه لاعمار بين يعني لحدود ال 70 وبالنازل عم نعطيه. لكن كمان في يقول انه هذا اللقاح اثبتت فعاليته واثبتت حدود سلامته الجيده. كل اللقاحات لها اختلاطات، فايزر له اختلاطات، استرازينيكا له اختلاطات، سبوتنيك اللي فايت له اختلاطات، والصيني حتى له اختلاطات، واي لقاح اخر بده يفوت له اختلاطات. لكن دائما 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 المصلحه اعطاء اللقاح تفوق بكثير اي اختلاط محتمل من اللقاح، وبالتالي من واجبنا نحن انه نطمن الناس بسلامه اللقاحات الموجوده بلبنان. يعني هذا لا يعني انه في مجموعه من الناس مثلا ممكن يكون لها مصلحه بلقاح اكثر من لقاح اخر، يعني اللي عمل تحسس على لقاح معين يستفيد من اللقاح الثاني، يلي عنده مثلا مناعه كثير منخفضه، يعني مناعه كثير كثير ضعيفه، يمكن احسن لقاح له الفايزر، بعدين بيجي الاسترازينيكا، بعدين بيجي بعدين في مراحل متاخره سبوتنيك. واحيانا بتلاقي لا، في افضليه للاسترازينيكا بمحل او افضليه لسبوتنيك بمحل. لذلك يعني بنحب نحن نترك باب احيانا اختيار اللقاحات من الباب العلمي يعني، لكن بشكل عام كل اللقاحات الموجوده هي لقاحات سليمه ولا يجب المواطن. بس مبدئيا يعني اليوم حتنعطى ل 70 وما دون الاسترازينيكا في لبنان؟ مبدئيا هيك عم بيصير صحيح. هلا يمكن بيجيكي واحد عمره 75 وعمل اول مره اخذ فايزر، عمل رياكشن قوي على الفايزر او عمل فرض تحسس شديد على الفايزر، ساعتها ما في مانع انه بننصح باعطائه لقاح اخر غير فايزر اللي هو هلا استرازينيكا المتوفر بالنظام العام اللبناني، ممكن ياخذه ساعتها ما في. طيب بالنسبه للشركات الخاصه والحصول على اللقاحات، وعم ينحكى بسبوتنيك، امتين تتبلور هذه المسألة، وهل ستمنح كمان شركات خاصة أخرى أنه تقدر تحصل على اللقاحات وتأمنون لقاحات؟ بعتقد هلا في احتفال وبلش بمطار بيروت الدولي بالميدل ايست. ميدل ايست صح. لاعطاء اول جرعات، يمكن اول واحد بيتاح وزير الاشغال العامه الدنيا يعطوا لقاح سبوتنيك للطيران المدني، يعني ميدل ايست مطار بيروت الدولي والعاملين فيه وكل العاملين بالطيران المدني، بمبادره مشكوره من الاستاذ محمد الفوت، يعني ميدل ايست اخذت على عاتقها هي تدفع عن موظفينا وعمالها وعن عمال مطار بيروت وموظفي الطيران المدني. هذا بنسميها نحن خاص لكن قطاعيه، يعني شو قطاعيه؟ يعني نحن اليوم لما انت بتحكي قطاع مثل مطار بيروت الطيران المدني مثل شركه مثل ميدل ايست، ساعتها بتكوني قويتي او حميتي قطاع معين ممكن بالمستقبل اذا رجع فعل واشتغل بإله مردود ايجابي على البلد. لذلك احنا مفهومنا للمبادره الخاصه مش انه اللي معه مصاري بيروح بيشتري لقاحين وبيقول انا اخذتهم، لا، نحن مفهومنا للمبادره الخاصه ان يكون هنالك تمنيع قطاع، انه في قطاعات يمكن ما حبت تنطر التراتبيه، لانه التراتبيه يمكن بتاخر اعمالها، ونحن بنعرف انه بلبنان عم يوصل لقاحات نسبيا بالقطار على امل انه تصدق الشركات مع وزاره الصحه وتبعث لها لقاحات اكثر. لذلك بعض القطاعات بتقول يمكن انا اوفر لي ادفع شويه مصاري ولقح القطاع بشكل عام وفعله، وانا برايي هون بيكون في مكسب لثلاث جهات، مكسب للقطاع والافراد اللي فيه، مكسب للوطن لانك انت حميت قطاع معين، ومكسب للبرنامج اللقاحي لانه رفعت منسوب التلقيح للبلد. هذا هو مفهومنا للمبادره الخاصه. هلا بلشت بالاستاذ جاك سراب بسبوتنيك، ويمكن في معلومات ثانيه بتقول انه يمكن يكون في ناس ثانيين قادرين يجيبوا
سبوتنيك بالمستقبل في موضوع اللقاح الصيني اللي هو ساينوفارم، بعد كان الموضوع واقف على اعتبرت وزارة الصحة، وهذا من حقها بالطبع، اعتبرت وزارة الصحة أن التسعيرة كثير غالية على هذا اللقاح، ولأنه التسعيرة هي صلاحية الوزارة. امتين دكتور امتي ممكن نكون امام لقاحات متوفره بالصيدليات على غرار ما بعرف فرنسا حتبلش تعتمد هذه الطريقه؟ اي متى نحن ممكن نروح على هي الخطوه، وليش بعدنا قليل يعني نسبه التلقيح؟ اول شيء نحن لسه قليل نسبه التلقيح، لانه اللقاحات اللي وصلت قليله، واللقاحات اللي وصلت قليله مش لانه الدوله ما اشترت لقاحات، الدوله وصلت على لقاحات كثير وحتى عطت التزامات ماليه مقدمه، لكن للاسف الشركات اللقاحيه لم تصدق، يعني الشركات الكبرى ما صدقت بعد هلا. وللاسف الثاني انه كمان المنظمه الدوليه اللي هي منصه الكوفاكس اللي كان المفروض تبعت حوالي 100,000 جرعات لهلا على لبنان، بعتت جرعات قليله جدا تقدر بحوالي 10 او 15% من قيمه الجرعات الموجوده. هلا اللقاح بالفرماشيات بالبلد هذا بده حسابات اخرى لسببين. السبب الاول انه نحن مثلا الانجليز استعملوا بوتس اللي هي احد اكبر تشين للفارماسيس عندهم للقاحات، لانه هنيك النظام كله تابع للدولة، يعني المواطن يحصل على اللقاح من خلال الدولة والبوتس تحصل على اللقاح من خلال الدولة. يعني هناك بتعرفي في شيء بسموه الناشونال هيلث سيرفيس اللي نحن للأسف بنفتقدنا بنظام الصحي اللبناني، نفس الشيء بفرنسا عندهم شيء شبيه. هلا لذلك التعويض عن هالشيء هذا هو تعدد مراكز اللقاح. يعني بلبنان هلا في تقريبا 40 50 وممكن يصيروا 60 مركز و70 مركز لقاح وصولا لمراكز اكثر بكثير، ولبنان قادر يلقح 100,000 و80,000 بالاسبوع برياحه، لكن المشكله الوحيده انه ما عم يوصل لقاح. بالنسبة للإقفال، هل سنكون أمام إقفال جديد؟ أنا بعرف سبت أحد تنين هو إقفال تام، بس أبدي وجهة نظرك من موضوع الإقفال، هل بالسابق أعطى نتيجة اليوم ولا لا؟ وهل أنت مع إقفال البلد بعدين كمان مرحلة جديدة كليا؟ أنا برأيي مشكلة الإقفال إنه المرحلة اللي بتسبق الإقفال عم يكون فيها اقتصاد، يعني تهافت من المواطن اللبناني إما على الذهاب إلى السهر أو إلى شراء البضائع أو النزول، يعني اللي شايف الأحد العالم مش عم تعمل على الكورنيش بكل المدن اللبنانية، يعني حقيقة بفرجي إنه كل مرحلة بتسبق الإقفال بده يصير في اقتصاد قبله عم يروح ما يسمى المكسب من الإقفال. اثنين، الفشل الكبير هو كان بإيجاد التوازن بين إعادة تفعيل البلد وبين الحفاظ على التوصيات والتباعد الاجتماعي، كنا دائماً عم نفشل بإيجاد هذه الصيغة. هلأ وقفوا على الأعياد، يعني لأنه تعلموا من تجربة الأعياد السابقة لما سمحوا للناس إن تفتح، وشفنا الكوارث اللي وقعنا فيها. المشكلة إنه كمان المواطن اللبناني وللأسف أحيانا اللي بيتزاكى وهو شاطر، المواطن اللبناني أحيانا شطارته مش دائما لمصلحتنا نحن كمواطنين، لأنه بنتشاطر على السيستم. نحن بنعرف إنه لما بيسكروا المطعم أو بيلغوا محل السهر العالم بتسهر بالبيت وبتوقع بنفس الخطأ. ومثل ما قالوا انه مثلا هلا مثلا نايت كلابس ممنوعه، هلا المطاعم بتصير مشروع نايت كلاب. يعني لذلك برجع بقول اي اجراء بده يتاخذ اذا ما في دوله تراقب والمواطن ما له مقتنع انه سلامته بحمايه حاله، بعتقد اي اجراء لن يفي بالحاجه. دكتور أنت متفائل بأنه نسبة التلقيح سترتفع بالأيام المقبلة، وأنه اللبنانيين بلشوا يشوفوا لا لازم يتلقحوا اللي ما كان مقتنع بموضوع اللقاحات؟ وهل مزبوط أنه في البعض تم يعني صار في حالات وفاة من فايزر؟ لأنه في كتير عالم عم تحكي وتكب هيك معلومات في الإعلام، في شيء أي حالة رصدت حرجة أو ما بعرف تأثرت باللقاح؟ خليني اقول لك سؤالك مركب، حجاوب على اول جزء منه وبعدين الثاني. الجزء الاول منه واضح، هلا اللبناني مقتنع اكثر بضروره التلقيح، وانا برايي حماس اللبناني للتلقيح للاسف ما عم تعكس المنصه، يعني المنصه اللي فيها مليون واحد انا برايي في مليونين او ثلاثه حابين يتلقحوا بسهوله، في جزء منهم مسجل حاله بمنصات خاصه، يعني اما بمهنته او بنقابته او بضيعته او ببلديته،
وناطر لحتى يتلقح لحتى ينضم للمنصة الأكبر أو النقابة أو غيرها. النقطة الثانية اللي بدنا ننتبه لها إنه في ناس يمكن ما عم يعرفوا ينضموا للمنصة إما بسبب نوعية تليفوناتهم أو بسبب جهلهم. أنا من الناس اللي بعتبر حالي يعني ماني كثير هاندي بالأمور اللي فيها دخول على هالتقنيات، فما بستغرب إنه يكون في كثير ناس منهم كثير يعني هاندي. بس ما في شك اليوم صار في رغبة لبنانية عند اللبنانيين وعند كل المواطنين الموجودين في لبنان بالتلقيح، فضلنا مشغول بيننا على هذه الرغبة، صار مشغول بيننا كيف نكتشف الناس وين وكيف نساعدها لتتسجل لتربط اللقاح. أما فيما يتعلق بالاختلاطات اللي صارت مع الفايزر، نحن بنجي تبعيتنا في سكشن خاص مهم قسم خاص اسمه فارماكوفيجيلانس أي التيقظ الدوائي. نعم. يعني بمعنى في الدكتورة ريتا الاسم بالعربي شوية ثقيل، الدكتورة ريتا كرم مشكورة وهي بالاتفاق مع الجامعة اللبنانية كمان مشكورين في قسم ليراقب الاختلاطات اللي بتصير. المواطن في من خلال المنصة يبلغ أو من خلال المركز أو من خلال بدي أشكرك على هذه المداخلة دكتور عبد الرحمن البزري، شكرا يعني كانت بفتكر شاملة ووافية ويعطيكم ألف عافية. بعد معي شوية وقت أريد أن أنتقل للملف السياسي مع عضو كتلة التنمية والتحرير نائب ميشيل موسى ومعي عبر الهاتف. صباح الخير. دكتور كنا عم نحاول كثير نتصل فيك ولكن يبدو في تشويش بالخطوط، يمكن لأنه موجود بمجلس النواب وهناك لجان مشان هيك الخط شوية تعطل، على أمل أنك تسمع سؤالي. سؤال اليوم البديهي، رئيس مجلس النواب في يقال أنه في مبادرة للرئيس بري من 24 وزير، هل هذه المعلومات دقيقة ولا لا هي مجرد أفكار عم تنطرح وبعد ما في شيء في هذا الإطار يتبناه رئيس مجلس النواب؟ لا، هي مجرد افكار حقيقه، يعني كل الافكار اللي انطرحت عم تنطرح عم تتجوجل، لكن طبعا يعني اليوم مطلوب انه يكون في قبول لهذه الافكار بالتواصل اللي عم بيصير مع كافه الفرقاء، وبالتالي يعني اول هذه المواضيع هو تبريد الاجواء من خلال يعني هذا يعني تخفيف او توقف التسجيل السياسي الحاد اللي عم بيصير، وهذا اساسي ب خلق مناخ يعني مناسب، إضافة للاتصالات والتواصل اللي عم بتصير على الصعيد يعني الداخلي بين الفرقاء والعلاقات مع السفراء الدول المؤثرة. وبالتالي لعل هذا الموضوع مع التخفيف من حدة السجلات يخلق المناخ وتبدأ يعني مبادرة فعلية. يعني حتى اللحظة ما في مبادرة من 24 وزير لرئيس بري؟ لا، ما في مبادرة محددة بنقاط معينة، في افكار عم بيصير فيها تداول وتواصل مع الفرقاء الاخرين، لكن ما في مبادره نقطه 2 3 4 يعني بشكل متكامل بهذا الامر. ال 24 طرحت، وهل مضبوط انه الرئيس الحريري قال للرئيس بري هو منفتح على رفع العدد؟ هلا يعني ما حدا في حدد يعني اليوم شو العدد النهائي بهذه المواضيع، لكن كل الامور يعني اليوم الفرقاء بقدر انا اكثرهم صار مفتوح منفتح على ان يكون هناك كلام بموضوع العدد، يعني العدد ما عاد هو العقبه الاساسيه بهذا الموضوع. يمكن اليوم المفروض هو التوازن العام ضمن هذه الحكومه مع الحفاظ طبعا على الوضعيه الدستوريه والميثاقيه، وبالتالي ما بقدر العدد رح يكون عائق كبير جدا اذا اللهم هناك توافق. يعني اليوم كل واحد عنده يمكن افكاره بهذا الموضوع، هذا التواصل اللي بده يقول وين بتوصل هذه المواضيع. بس انا بقدر انه في كثير من الفرقاء اليوم صاروا منفتحين على التداول للوصول الى حكومه نتيجه ما هو قائم اليوم في 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 البلد وانتظار يعني قيام حكومه، صار يعني امر اكثر من حتى من بيننا الرئيس الحريري كما قلت. حتى من بين الاطراف كما قلت الرئيس الحريري انه يبدو بات منفتح. لا ما فينا يعني حقيقه نحدد لانه كل واحد بده يعني عن حاله هو يعني شو موقفه النهائي. اليوم طالما انه الامور قائد التداول ما حدا في يقول انه في نهائيات بالطرح حول اي نقطه من النقاط. بس مش دقيقه المعلومات اللي قالت من بعد لقائه مع الرئيس بري، وكان في لقاء مطول، انه رئيس الحريري مبلا بيت منفتح ولكن ضمن التوازن العام اللي عم تحكي عنه على رفع العدد. انا بقدر الكل اليوم تجاه واقع الحال الموجود الصعب جدا بالبلد ونتيجه طبعا التواصل
بين الفرقاء المؤثرين يعني سفراء وغيرهم من محبي لبنان، كل واحد يمكن على طريقته، عم تعطي فرصة أكبر لأنه كل واحد يقدم خطوة لقدام من أجل الالتقاء بما يؤمن تأليف حكومة. يعني طبعا مش حيلا حكومة اليوم، حكومة يعني فيها شيء مميز هو يعني القدرة على التعاطي مع واقع الحال. ماذا تنتظر مبادرة أو أفكار الرئيس بري لتتبلور أكثر ويكون فيها قبول؟ هل تنتظر رضا طرف معين ولا شو دكتور؟ لا، بدأ تنتظر موافقة الفرقاء اللبنانيين، وبدأ يعني اللي بده يتعبر عنا بتبريد الأجواء العامة ويتعبر عنا بأجوبة مقنعة بيقدر يعني ينشغل عليها ساعتان. من مين؟ بالممكن أجوبة من مين؟ من رئيس الحريري؟ من رئيس الجمهورية؟ من كل الفرقاء السياسيين، بس يعني من كل الفرقاء المكونين للوضعية السياسية في البلد، كتل نيابية، الكل بده ينقاس الوضع انه قديش في قبول باي مبادره بدها تصدر او عدم. بدي اختم معك، بس الحكي مبدئيا، الحكي عم بحكي من ضمن الافكار، هو الاكثر هلا على قيد النقاش هو ال 24؟ لا ما حدا في حدد عدد هلا لحد اليوم بهالموضوع. بقدر انا الكل يمكن عامة بتعاطى بالنقاط كسلة متكاملة، لكن اليوم المطلوب انه وبقي الحياة انه كل واحد يقدم خطوة لقدام، وهذا بقدر انا نقطة الاساس والتعبير عن الانطلاق الفعلي للمواضيع هو تبريد الاجواء السياسية. ترى حكومة في الافق المنظور دكتور ميشيل موسى؟ ما حدا بيعرف بلد مثل لبنان، بس انا يعني اذا عنا كمواطن بموقع نيابي، انا امنيتي انه ومناشدتي للكل بالاسراع بتاليف حكومه، لانه الوضع اللي نحن فيه اليوم لا يسمح لنا بان لا يكون هناك سلطه تنفيذيه تستطيع ان توقف الانهيار. ما حدا عم بيقول انه بدنا يحل الوضع، لكن نوقف الانهيار ونؤسس بالتواصل مع كل الفرقاء الاخرين، يعني المؤسسات الدوليه والبنك الدولي، والتعاطي مع واقع الحال بالوضعيه التحديثيه والاصلاحيه، هيدي بتبلش كلها من الحكومه. نحن بنضم صوتنا لصوتك، والكل يطالب بحكومه والاسراع في تاليف حكومه. شكرا لك على هذه المداخله ولو عبر الهاتف. شكرا. كنت اتمنى انه تكون عبر زوم او سكايب ولكن الكونكشن عاطل يبدو. شكرا لك دكتور ميشيل موسى. مشاهدينا شكرا على حسن المتابعه والى اللقاء.